تجد إيناس في هذه الأنشطة المدرسية الترفيهية فسحة جيدة من الفرح والسرور مع رفاقها تحت إشراف معلمتهم لتكون حافزاً لها في بداية عام دراسي جديد. نحن جينا على المدرسة بداية السنة فلقينا هاي الألعاب فصرنا نلعب بهاي الألعاب فرحنا كتير أنا ورفقاتي فرحنا كتير فلعبنا كتير. صعوبات كثيرة تواجه الواقع التعليمي في إدلب، لعل أبرزها ضعف الإمكانات وقلة الدعم المقدم إلى هذا القطاع الهام، إلا أن جهودا كبيرة يبذلها العاملون فيه من خلال أنشطة تعليمية وأخرى ترفيهية تقيمها المنظمات الإنسانية في مدارس ريف إدلب. نحن دورنا بهاي النشاطات نرافق طلابنا، كل معلمي مع طلابه حتى يعني ترافقهم بهالألعاب، تعلمهم من خلال هالألعاب الانضباط والنظام، وهالألعاب هي نفسها يعني من المدرسي يعني مكمل للدروس، حتى من الدروس نفسها يعني حتى يتعودوا يعني روح المحبة وروح الانضباط تكون داخلهم وننمي لهم إياها من خلال هالألعاب هاي. جو من الفرح والسرور يعيشه طلاب هذه المدرسة مع انطلاق عام دراسي جديد، حيث يشهد قطاع التعليم في الشمال السوري إقبالاً كبيراً مطلع هذا العام بعد أن تعرضت الكثير من المدارس والبنى التحتية للاستهداف المباشر من الطائرات الحربية خلال السنوات الماضية. كانت بداية العام الدراسي بإقبال كبير من الطلاب، حيث وصل عدد كبير من الطلاب إلى المدرسة حلقة أولى وحلقة ثانية، وذلك بسبب كثافة النازحين في هذه المنطقة، وعملنا مع الجمعية على استيعاب كافة التلاميذ والطلاب الذين وصلوا إلى المدرسة واستقبالهم في الصفوف. تأتي هذه الأنشطة الترفيهية في بداية العام الدراسي لتترك بسمة على وجوه هؤلاء الطلاب بعد عطلة صيفية أبعدتهم عن أجواء الدراسة خلال الأشهر الماضية. يبدأ العام الدراسي مختلفاً عما سبقه من السنوات الماضية، حيث تشهد المدارس إقبالاً كبيراً من الطلاب نتيجة توقف قصف الطائرات، يرافقه أنشطة تقدمها منظمات إنسانية لتخلق جواً من البهجة والسرور في نفوس أطفال أتعبتها سنوات الحرب. أحمد عاصي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.